اليوم رح أصير فنان عالمي، رح أعمل معرض فني كامل، بس ما رح أتعب على ولا رسمة. بالضبط رح أستخدم التكنولوجيا الحديثة عشان أصنع رسمات فنية في دقائق، وفي نهاية الفيديو رح أبيع هذول الرسمات. معلومة ما بتعرفوها عني، أني أنا عاشق للفن من لما كنت صغير. الفن هو طريقتي الوحيدة في اللي أوصف مشاعري، طريقتي الوحيدة في أني أعبر عن نفسي. رسمت السكسكير مباني عمان، رسمتها بس حطيت فيها مشاعري، ومع أني من أنا وصغير وأنا برسم ضل رسمي زي تخيلوا أنه في إنسان غبي بالرسم زيي فاز بمسابقة فن عالمية. هاي الرسمة فازت بكولورادو ستيت فير، والموضوع عمل ضجة كبيرة في عالم الفن، لأنه هاي الرسمة مرسومة بالذكاء الاصطناعي بدون أي تدخل بشري. طلع قديش سهل نعمل رسمة. كل عليك تعمله تحط كلمات صن، شمس، سانسيت، غروب، كلاودز، وبكبسة زر. وهسا بس نستنى دقائق قبل ما هو يخلص الرسمة. صار عنا هاي الرسمة، رسمة ما في منها غير نسخة واحدة بالعالم، والموضوع بس أخذ دقيقة ونص. فكرتي كالآتي، هل ممكن هذا الفن يستبدل الفن اللي احنا بنعرفه اللي صلوا كل هالسنين موجود؟ فعشان هيك رح نعمل معرض فني، وحيكون فيه 20 رسمة AI من صنعي، ونشوف شو ردة فعل الناس لهذا الفن، وهل ممكن يشتروه؟ طباعة، يس يا جماعة، اجا وقت الطباعة. لازم نطبع الرسمات بشكل فني، تفهم علي كيف؟ على كانفاس. تعرف شو كانفاس؟ انت مش فنان، متى انا فنان اللي بيكون هذا الاشي اللي الفنانين برسموا عليه بالعادة، وهيك بدأت عملية الطباعة. صراحة ما بعرف اي رسمة حتطلع اول واحدة، بس كتير متحمس للي حيطلع. اوكي، طلعت رسمة الدب. اوكي، كلكم بتعرفوا شو قصتي مع الدببة، ما في داعي نفتح مواجع. الرسمة الثانية، هاي الرسمة طلع محلاها. يلا عبد الخالق اكبس، روح يلا يلا. وهيك قعدنا تقريبا 6 ساعات بس بنطبع الرسمات، وضل بس اشي واحد قبل المعرض الفني. عندنا الرسمات، عندنا المكان، ضل الزوار. عملنا صفحة للمعرض تبعنا، وعملناها كتير شكله حقيقي كأنه معرض فني جد. راح ادفع $150 على بوستين، يعني $300 توتال، لأشوف شو راح يصير. وهيك اجى اليوم الموعود، وطبعا حجزنا مكان كثير مناسب للمعرض تبعنا. اوكي، انا كتير نعسان. يلا بلاش افتح الرسمات. وهذول هم رسماتنا. حاليا صفحة المعرض عليها 355 فولور. امبارح كانت كأنه 60 فولور. واو، بس لاني دفعت الانستغرام. انستغرام يا ماديين. بس مع انه الصفحة صار عليها متابعين، ما بعرف اذا جد في ناس حييجوا او لا، فلساتني نوعا ما متوتر. ما بعرف كم حد حييجي، ما عندي اي فكرة. وهيك عملنا اخر لمسات على المعرض بسرعة. اوكي، حاليا انا في غرفة التحكم. هاي الغرفة بعيدة يعني دقيقة عن موقع المعرض، وحاطين هون شاشة عشان اعرف الرقم، وهون بقدر اتواصل مع فايز. مين فايز؟ فايز هو مدير المعرض، وهو راح يساعد الناس المهتمين بالفن اللي حييجوا. بس في نقطة واحدة، انا راح اتحكم بفايز. فايز، اعتقد انا هيك واضح للعيان. اوكي يلا فايز، حط ايدك على راسك. يس يا جماعة. وهيك ما لحقنا نبلش ولا أول زبون جاي. أجناس. وبلش فايز يساعد زبايننا الأوائل. هاي لشخص اسمه خالد صالح. احكي لها أنا رسمت هاي. هاي أنا رسمت. هاي أنت رسمت؟ يس أنا خالد. أنت خالد؟ نعم. إيش عمالة الأطفال؟ الأطفال هذول زي أولادي. أولادي. الله يعافيك. أول مرة أشوف حد بيحكي يعطيك العافية وهو مش مقتنع. الله يعافيك. وهيك الضيوف لحركوا لرسمة ثانية. قل له خلاص خذها بدينارين. بعدين هاي الدينارين. لوحة. كيف؟ الزلمة عينه لمعت لما سمع السعر. لا. لا. أنا عم بحكي جد. هاي الدينارين. لاحظوا كيف الشاب عم بيضحك ومبسوط، بالمقابل البنت ولا ذرة ضحك. اشتريها مشاء الله. اشتريها. عجبتها الدينارين. هلا باخذها خلص. معقول اقدر ابيع اول زباين في معرضي؟ هاي لوحه، ليتك تاخذ طبعا على لوحه. اشتري لوحه نفسها.
لوحه نفسها. هاي مو لوحه نفسها. بتشتريها؟ بتشتريها؟ نو، هاي طباعه، هاي مطبوعه، هاي نسخه. كان حيشتريها بس البيت خربت. البنت خربت الديل. تبل. واضح انه الشاب وقع في الفخ، بس البنت كانت عارفه انه في اشي غلط. كل حنبيع رسمه. وهيك فشلنا في بيع اول زباين لنا. المعرض اجى عليه كمان 6 اشخاص باوقات مختلفه، وكلهم عادي يتفرجوا على الفنون وما شكوا في اشي. سلم الدب بشبهك او لا؟ بشبهني الدب؟ انا من يعني استوحيت الرسمه من مني. بس هذا اللي رسمها مواطن أردني بيشتغل في المطافي أصلاً. أسمراني بس. بس هو أسمراني. الفكرة إنه لازم تعمل تان لما تكون الدنيا مغرب، مش لما تكون الشمس في نص. في ناس بيعملوا تان بالليل. في ناس بيعملوا تان في الليل. بس للأسف ما حد شرى. لحد ما ظهر هذا الشاب. اسمع. أجا شاب جديد. مرحبا، كيف حالك؟ هاي فان جوخ. بالضبط هيك. انت بتعرف ان فان جوخ كان عنده مشكلة اصلا بالقلب؟ كيلو انه كان عنده حالة انه قلبه بيكون بالعكس محطوط. هلا ما بعرف اذا بتعرف عن فان جوخ، بس كان قلبه بالعكس محطوط. كان قلبه موجود بالعكس، كان على الجهة الثانية. على اليمين مش على الشمال. ايش كمان رسومات لفتتك من بين رسومات ثانية؟ اسمع، انت وتوديع الرسم الثاني اخبط بالحيط في تحت القلعه هذيك. اي وحده. سوري. مش معقول. الرسمه على فكره بسعر رمزي كثير، هي حقها بس 5 دنانير. 5 دنانير؟ 5 دنانير. يس. دفنتلي. طبعا. وهيك حققنا اول بيع لنا في معرضنا. كم بعتها؟ 5. 5 دنانير. تاجر صغير. هلا انا ما راح اخذ فلوس الناس جد. اول ما حدا يقرر يشتري راح اعطيه الرسمه كهديه. 5 دنانير. لا، هديه. وهيك قدرنا نبيع رسمه واحده من اصل 20. بس يا ترى كم رسمه حنبيع من هون لنهايه المعرض؟ طيب يا جماعه، شفتوا فايز كيف متغلب هو يحكي مع الناس؟ فعشان هيك جبنا حد يساعده. ليليان، تحبوا اخذكم تور؟ تفضل. سمعنا هذه فايز بصير بسنا نشرح للناس. طبعا. كيف فايز؟ انت مع عماله الاطفال وليليان ضد عماله الاطفال، هسه بتعملوا خناقه. انا صراحه مع عماله الاطفال. انا ضد الموضوع. ايش مالك؟ الموضوع يعني انا بدي اجيب واحد يشتغل لي. اذا بده يشتغل لي بدي اعطيه راتب 400 دينار. ليه؟ عفوا، ما تجيب طفل ومربيه على ايدي. لا. لا انا ما بدي على فيلم. شو صرخوا على بعض. صرخ علي. ايه فايز، ما هو اللي عم تحكي غلط. ايش كيف عم تصرخ علي؟ عم ليليان اسمعي، احكي فكوكم هذا الحمار وفايز بيرجع بيعصب. معلش هم فكوكم بس 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 شوي، هو معه اضطرابات نفسيه. فايز رجع عصب وبكسر الرسمه. سوري جايز، سوري. خلينا افرجيهم الرسومات اللي هناك بعد اذنك. لا انا ما عم بحكي شيء غلط. طيب خلينا نرجع الرسمه بعد اذنك، لانه مش هيك. مش حد ياخذ الرسمه. فيش حد ياخذ الرسمه. احنا حنكمل بالمعرض. اوكي تفضل. في شاب لابس بليزر رمادي، بس حبينا نساعدك في المعرض هون اذا بدك، يعني اذا بتحب. يس هذا المعرض لفنانين اردنيين بس. هذا ابو جعفر كان في علاقه بينه وبين مرته، ففي يوم من الايام قرر يخونها، فهي اكتشفت هاي الخيانه، فاذا ملاحظ خلت اجري خشب واطلقته للحياه. قالت له يلا روح مو. في مسج عميقه صراحه في الجواب. بعرف صار في حشد من الناس حواليه. في ازمه يعني، في كثير ناس. يا جماعه حاولوا يلا خلص، حاولوا بيعوه. وهيك ولحسن حظنا الزلمه هذا قرر يشتري لوحه. اعتقد هيك خلينا ناخذ اللوحه هذه كيف. هاي بس جايتها انت؟ انا بدي اياها. استنى احاسب عليها. كم تتوقع هاي اخذت وقت؟ قد ايه اخذت وقت معه؟ صدقا ما بعرف. كم ساعه؟ اتوقع راوند 8 ساعات 10 ساعات رسم. وهيك بعنا اخر رسمه لمعرضنا اليوم، وعرفنا ليش عالم الفن غالبا رح ينتهي قريبا. باي.